واد فاهم، ده انا واد فاهم، ده انا واد فاهم. ها برضه مش ناوي تخرج الليله دي؟ لا. طيب مش لازمك اي خدمه؟ متشكر. ما هو مش معقول هروح السيما واسيبك قاعد لوحدك كده. وفيها ايه؟ فيها ايه؟ ده انت بقالك كذا يوم دلوقتي من العوامه للمزرعه ومن المزرعه للعوامه. مستريح كده. مستريح كده؟ وفيها ايه لما تخرج تتمشى شويه تفرفش قلبك وتشوف الناس؟ اشوف الناس؟ اه. طب ما انا شايفهم وانا قاعد هنا. تحب تشوفهم؟ اتفضل شوفهم. رجع الورقة يا غشاش يا لص، وتلاقي زمايله فاهمين ان الحظ بيديله، ما يعرفوش انه بيسرقهم. يا ابني الايه؟ وقال ايه بيذاكر؟ طب اقطع ذراعي لو نجحت. الله الله الله، اللي يستأمنك ما تخنوش يا رقاص يا حرامي. أوه عليك يا حرامي يا نجس. شفت؟ ادي الناس اللي عايزني اختلط بيهم يا سيبندق. لا يا سيادهم، صوابعك مش زي بعضها، الدنيا برضه لسه مليانه خير. الكلام ده في الافلام اللي لحست مخك. اجري الحق ميعاد السينما قبل ما يفوتك. على ايه بقى سينما؟ ما السينما اللي هنا اجدع. الله 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 الله، اتنين بيرموا بنت في الميه. بص يا بيه عند الكوبري. ملناش دعوه. ملناش دعوه. بسرعه يا سادهم، بسرعه قبل ما تغرق. بتتفرج على ايه؟ اجري اعمل لها كوبايه شاي. طيب مش ضروري الشاي، النوم احسن لها. جرى ايه؟ طيب بقول ايه يا بيه؟ مش برضه نبلغ البوليس؟ نعم، عشان ندخل في سين وجيم. اول ما تفوق تسيبنا وتروح لحالها. مش يمكن وقع في ورطه؟ فيها ايه لما نقف جنبها؟ ملناش دعوه، ده شيء ما يخصناش. ده عمل انساني. وبعدين معاك. خلاص بلاش، انت حر. امال سيادتك هتنام فين؟ في الصالون طبعا، البركه في شهامتك. بندق ده اصله كريم وواد مدردح واد فاهم. يلا توكلنا على الله. يلا 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 يلا. ألف حمد لله على السلامة. أنا فين؟ وإيه اللي جابني هنا؟ ما هنش علينا نسيبك للسمك، خوفنا لا يتعود على الحاجات الحلوة. بعد كده نوكله إيه؟ جاتوه؟ الله يجازيهم ويحرقهم بجاز، ولو إن الجاز غالي وخسارة فيهم. إلهي يتحرقوا في نار جهنم الحمراء. هما مين؟
اللي رموكي في الميه. شيخ ابراهيم يا ساتر يا رب، دي تقيله قوي. بندق، ايه هقدر انام في اوضه الليله دي؟ بصراحه ما افتكرش. ليه؟ هي لسه موجوده؟ امشيها ازاي؟ دي عيني جايه تقف، وقعت من طولها. ما تقع في حته تانيه يا اخي. وده بايدي يا سي ادهم، اسال الدكتور. المدام عندها نزله جديده محتاجه الراحه 3 ايام، ما تتحركش من السرير، والدواء في مواعيده. اتفضل. متشكرين يا دكتور. العفو. متشكرين. اتفضل. شكرا. نعم، نجيب الدواء بالمرة. كله بثوابه، كله بثوابه. كتر خيرك. أنا انت هتخفي بسرعة، الدكتور قال شوية برد بسيط وبندق راح يجيب الدواء. متشكرة. طب مش تديني تليفون أو عنوان البيت عشان أطمن أهلك؟ لا، مفيش داعي. ليه؟ عشان ما يلاقوش عليك؟ أنا أصلي زعلانة معاهم في البيت، عشان كده انتحرت، رميت نفسي في المية. رميتي نفسك في المية؟ أصلهم كانوا عايزين يجوزوني، واحد ما بحبوش، انتحرت. عشان موضوع بسيط زي كده يرموكي من فوق كوبري؟ محدش رماني، انا اللي رميت نفسي. على العموم ربنا ستر، وتاني مرة ما تبقيش تتسرعي، لان الانتحار جريمة بيعاقب عليها المنتحر نفسه. اسيبك عشان ترتاحي. استاذ. نعم. حضرتك اسمك ايه؟ ادهم. استاذ ادهم. حضرتك ما سالتنيش عن اسمي. مش مهم، كلنا اخوات، كلنا اولاد ادم وحواء. انا اسمي نوال. عاشت الاسامي. اسيبك عشان ترتاحي يا انسه نوال. زي ما يكون بقالها شهر ما كانتش. تبقى قربت تخف. ما تنساش تديها الدواء في مواعيده. لسه مديها حبايه بعد الاكل. والساعة 7 ما تنساش تديها الحبايه بتاعت كل 6 ساعات. حاضر. خد دول عشان مصروف. ايه ده؟ انت برضه مصمم تقعد في المزرعة؟ ومش راجع لما تيجي تقول لي انها مشيت. يعني هتسيبني معاها لوحدي؟ هي خايف منها ولا ايه؟ لا مش قصدي. انا قصدي انها باين عليها طيبه وبنت حلال. دي لئيمه وكدابه زي بقيه الناس. انت مش شفت بنفسك الاثنين اللي رموها من فوق الكوبري؟ ايوه. بتقول ان هي اللي انتحرت. يبقى انا كلامي مظبوط، اكيد في سر خطير في حياتها. مالي انا ومالها، كل انسان حر في حياته. بقول ايه يا سيادة، احنا احسن طريقه نبلغ البوليس، لان لو في حد عاوز يموتها يبقى مفيش غير الحكومه هي اللي تحميها. انت اللي شفت كل حاجه بعينيك، وانت اللي تبلغ البوليس، وانت اللي تتصرف. دي خدمه انسانيه يا بيه. خدمه انسانيه؟ طول عمري بخدم الناس بمنتهى الامانه والشرف، والنتيجه ان الغشاشين والمختلسين طلعوني انا الحرامي، واترفدت من شغلي. حد من اللي خدمتهم دافع عني ولا وقف جنبي؟ روح روح هات البدله من الدولاب. روح. السلام عليكم. صاحبتنا مشيت. مشيت الحمد لله. ايوه، بس ايه، حكمت رايها انها تيجي معايا وتشكرك بنفسها اهي.
اهلا وسهلا. الحمد لله على السلامه يا فندم. انا مش عارف اشكرك على الجميل ده ازاي. العفو. انت عملت فيا معروف كبير قوي، انقذت حياتي. الروح غاليه، خلي بالك من نفسك. يا بيه الفرخه دي تعبانه. وريني. انا ماشيه. مع السلامه. يا بيه ده برضو كلام؟ هتسيبها ترجع ماشيه؟ دي لسه تعبانه. يا انسه استني هوصلك. اتفضلي. اتصلتي بالبيت؟ لا. كان لازم تطمنيهم، بقالك 4 أيام بعيد عنهم. محدش بيسأل عن حد، كل واحد له دنيا لوحده. ممكن توصلني عند بابا في الزمالك؟ حاضر. ولا اقول لك هروح عند ماما احسن، وديني مصر الجديده. انتوا عندكم بيتين؟ بابا متجوز في الزمالك وماما متجوزه وقاعده في مصر الجديده. مش مصدقني؟ على العموم دي حاجه ما تهمكش. هنقف في المحطة الجاية نملى بنزين. أفندم. فول تانك. حاضر، المفاتيح من فضلك. شكرا. سلمى. بيقولوا بيخلق من الشبه 40. جايز في واحدة اسمها سلمى شبهك تمام، مش كده يا أنسة نوال؟ وفي احتمال تاني، جايز تكون انت سلمى وفي بنت تشبهك تمام اسمها نوال، مش كده يا أنسة سلمى؟ ولا ايه حكايتك؟ انا اسمي الحقيقي سلمى. طيب يا نوال، قصدي طيب يا سلمى، مين البنت الشقرة دي؟ معرفهاش، عمري ما شفتها. وانت بقى عايزه شارع نوال ولا شارع سلمى ولا اي شارع والسلام؟ وديني مصر الجديده. عندي بابا ولا ماما ولا جدو؟ لو معايا فلوس كنت نزلت خدت تاكسي. على ايه؟ نروح مصر الجديده احسن. سلمى حبيبتي وحشتيني خالص. مبسوطة عند بابا ولا لا؟ مبسوطة. وهو عامل ايه؟ كويس. 4 أيام عند باباها ما تسألش ولا تقول اكلم ماما في التليفون ولا اشوفها ولا اطمن عليها. ماما انا واقعة في مشكلة وعايزة اكلمك فيها دلوقتي. ارجوك يا ماما. وما قلتيش لابوكي ليه حلها لك يا سلمى؟ ثم اني انا مانيش فاضيه دلوقتي. 5 دقايق بس يا ماما. سيبيني بقى والنبي لحسن، البولة هتروح مني. الو سلمى؟ ايوه موجود. نقول لها مين؟ قولي لها صباح عايزه تطمن عليكي. واحده صاحبتك اسمها صباح. لا انا مش موجوده، مش عايزه اكلم حد. سلمى هي في الحمام يا حبيبتي. حاضر اما تخرج هخليها تكلمك. مع السلامه.
عايزين تقولوا ايه؟ جنية من البحر انقذتها؟ دي لازم تموت. ده عشان تودينا كلنا في داهية. انت بتتكلم منين؟ بيت ابوها ولا بيت امها؟ امها. المصر الجديدة. ايوه الحقوها. الخاتم ده باين عليه غالي قوي. كمان ست نوال بتدور عليه. اسمها سلمى يا سيدي، سلمى مش نوال. لا بقى، انا عمري ما انسى الاسامي ابدا. مش انت اللي نسيت، هي اللي كدابه، حياتها كلها كدب. شوف يا بيه، انا حاسس انها غلبانه ومظلومه. عموما خليه مع حضرتك عشان تفتكر تفوت عليها وتديهولها. افوت عليها فين؟ في الزمالك ولا في مصر الجديده ولا في جاردن سيتي؟ الله اعلم هي فين. خلاص خليه في الامان لغايه ما ترجع وندهولها. فال الله ولا فالك يا سيدي. فولت يا اخويا. يا سلام، بنت حلال. لسه بنفكر ازاي نودهولك. اعمل معروف، احميني، خبيني، عايزين يموتوني. اهدي بس اهدي. هم مين افندم؟ اي كده يا احنا اولاد عمها ولازم نرجعها البيت. كدابين، ما اعرفهمش. انت فاكره ما حدش قادر يربيكي؟ تعالي معانا. لا لا ما اعرفهمش، الرجال السبيل عايزين يموتوني. وبعدين دول قرايب في بعض، احنا مالنا؟ سيبني يا مجرم. ما بديهاش بقى. انت يا استاذ انت. اطلب بريد النجدة اوام. جبان اقف عندك يا مجرم. يا جبان مش حاسين اضرب المليان. انا اسف يا باشمهندس. قرايبك دول ايديهم تقيله قوي، الظاهر انهم بيشيلوا حديد. قلت لك مش قرايبي، انا ماليش حد ولو انهم موجودين، لكن لا ام بتهتم بيا ولا أب بيفكر فيا. أنا عايشة في عذاب، في جحيم، مش لاقية إلا اشتكيله. محدش عايز يسمعني. تسمع مني، هقول لك الحقيقة كلها. مشكلتي بدأت يوم ما اتعرفت على صباح عند الكوافير، وخدتني معاها عند الخياطة بتاعتها عشان أتفرج على فساتينها الجديدة. وعلى طول راحت ملبساني فستان جميل، ولما حبيت اسالها عن ثمنه. بالعكس، انا لا اديكي فلوس لانك هتعملي لي دعايه. الناس لما هتشوف فستاني على جسمك البديع ده هيبقى اكبر دعايه ليا. وانا ما استاهلش بلوزه؟ بالعكس، ده انت تستاهلي الخير كله. على فكره عيد ميلادي بكره ولازم تيجي، وانت يا سلمى، ها؟ علشان نشوف تاثير الفستان على الناس. خلاص اوكي؟ كمل الصوت. طبعا بروح لماما وبتسلم عليكي. ما انتش عارفه ماما كسلانه، ما بتحبش تبعت جوابات. لا هبعت لي جواب اطمنك. عامله ايه في المذاكره؟ مش عايزه حاجه؟ طيب طيب، مع السلامه. انت فين حنان؟ المده خلصت. كانت عايزه حاجه؟ بتطمن على صحتك. انا مش فاهم البنت دي ازاي طايقه تعيش لوحدها في اسكندريه. انا قلت لها 100 مره انقلي الجامعه في مصر، رفضت.
راسها ناشفه طول عمرها كده. ما انت عارف يا بابا ان الهانم مرات حضرتك ما بتقبلهاش، وكل ما بتشوفها بتتخانق معاها. ما هو من راسها الناشفه ليه ما بتسمعش كلامها؟ اذا كنت انا نفسي بسمع كلامها، طب قسما عظما دي بتحبكوا زي اخواتها. محسن. ايوه يا حبيبتي. بابا انا حبيت عند ماما الليله. وماله يا حبيبتي؟ محسن. بابا انا كنت عايز اخد رايك في حاجه. بعدين بعدين، خدي خدي دول دلوقتي عشان انا مش فاضي، وبيخليني اشوفك. باي باي يا حبيبتي. انت بتدلعها قوي يا محسن. اصلي انا بحب ادلع البنات. شوفي بحب ادلعك ازاي. كان فاكر ان الفلوس ممكن تعوض لي الحب، ممكن تعوض لي الحنان. هلو هلو ايفري بادي. كل سنه وانت طيبه. وانت طيبه. اهلا اهلا. كل سنه وانت طيبه. وانت طيبه يا حبيبتي. اصدقائي صديقاتي، اقدم لكم سلمى. بطلت ومنتجة أفلام المستقبل. إذا كان في مستقبل زي ما هي بتقول، وحياتك عندي لبكرة أعمل شركة أفلام وأجيبك تشتغلي قدامي كومبار. كومبار؟ سمر القطة المنكمشة. أهلا. سهير. هلو. نوال. أهلا. منى. هاي. نادية. مفكرة عبقرية، من تضخم الفكر والبلاغة في دماغها طردوها من شغلها. عندي رقص ولا بالصودا؟ لا عصير برتقال من فضلك. اجيب لك شوربة فراخ احسن؟ لا ميرسي، انا اصلي عمري ما شربت الحاجات دي. عمرك ما شربتي حاجات زي دي؟ لا. يا انسه، قبل ما تعري صدرك وايديكي عري مخك، افتحي شبابيك عقلك. في ناس وصلت القمر وناس قربت من المريخ، واحنا لسه بنخاف. اصحوا فوقوا. طب ايه رايك انهم طلبوا مني ارقص عريان فيلم؟ سلمى اخويا شفيق صاحب المكتب العقلي للخدمات السياحيه. اهلا وسهلا. اهلا. تشرفنا. دكتور منير امراض نسا. اهلا. فستانك جميل قوي يا مدموزيل. يا ترى مين اللي فصله لي؟ مدام لولا. برافو يا اختي برافو. ميرسي. الله، امال فين كاس المدموزيل؟ لا المدموزيل ملهاش في الكاس، الظاهر ليها في الدوري بس. لا لا، انا يهمني انها ما تخسرش ماتش مهم زي ده. اصلها عيانه بمرض اسمه الخوف. عن اذنك. بلاش الحكايه دي، دايما بتفيدي بكاس. بتفيدي بجلد كهربي. افندم ابراهيم بيه قاعد لوحده يا سمر وسالني عليكي. مسكينه، اصل عقلها تعبان شويه من يوم اهلها ما ماتوا وهي مهزوزه ودايما بتخرف في الكلام. اتفضلي. سيجارة يا صبر هاني. شقة العجوزة فاضية خالص، ما فيهاش تابلوه قيم أو لوحة غالية تفتح النفس. ما هي شقتك مليانة يا أخي. أيوة بس أنا نفسي في اللوحة دي. هي لوحة جميلة جدا، بس عايزة شوية صبر لغاية ما تتعلق عندك. ها. أهلا. ما استاهلش بوسة؟ ده أنتي تستاهلي ألف بوسة. أيوة
بس من ساعة ما جت وانت عينيك ما اتشالتش من عليها. اصلها حلو قوي. اوعى اوعى عينك تروح كده ولا كده. اخصى عليك، انا عليا مهما شافت انت لوحدك اللي في قلبي. يلا بقى سمعينا مزيكا حلوة. اوكي يلا. تصوري انا ما كنتش فاضي النهارده، عندي اعمال مهمة جدا بخصوص وفد سياحي كان المفروض يوصل بكرة لكن اتأجل، وده من حظي عشان اجي اشوف اجمل عينين قابلتهم في حياتي. ابوس ايدك اعمل معروف ارحمني، بقالي 3 ايام بتحسس. ابوس ايدك اديني الحب. اسمك في البلاك ليست يا اشجان. دكتور انت انسان طيب دايما بتعمل فينا الخير، اعمل معروف ابوس ايدك. الاوامر بتصدر منه هو. ارجوك اعمل معروف، خلي الدكتور يرحمني من العذاب اللي انا فيه. ما تخافيش منها، أصلها محفوفة شوية، والدكتور راح يشوفها. إيه رأيك؟ مش حلو؟ شيك قوي مش كده؟ اعمل معروف، خليه يديني الحب. ما تستهليش النعمة، زعلتي زبون شقة الزمالك. غصب عني، كان وحش بصورة بني آدم، ما قدرتش ساعدها. هو أنتِ هتتجوزيه؟ كانت ليلة وتعدي. مش هكررها تاني، مش هكررها تاني. يعني هتمشي مظبوط؟ ايوه. مفيش دلع بعد كده. طبت خلاص، طبت خلاص. فين الحقنة؟ فين الحقنة؟ معلش يا دكتور، خليها علينا احنا، نريحهم يتعبونا. قرر مجلس النقابة بتاريخ 20/6/69 فصلكم من عضوية النقابة وشطب اسمكم من سجل الأطباء العاملين وحرمانكم بممارسة مهنة الطب. أخيرا لقيته، اداني الحب والحنان اللي اتحرمت منه، كان الإنسان الوحيد اللي بيهتم بيا، اللي بيحس بوحدتي. كنت بقابله كل يوم لغاية ما حبيته، كلامه رقيق كله عطف وحنية، فرحت قوي لما عرض عليا الجواز،
اخيرا هرتاح وهيبقى لي بيت. بيت مستقل وزوج طيب وهخلف صبيان وبنات. السكوت علامة الرضا. يعني موافق؟ بس احنا عرفنا بعض من مدة بسيطة. شهر؟ 30 يوم مش كفاية؟ أمال اللي بيحبوا بعض ويتجوزوا من أول نظرة نقول عليهم إيه؟ طب مش لما تعرف حالتي الاجتماعية الأول وبعدين؟ لا بعدين ولا قبلين. أنا عندي اللي يكفينا العمر كله وغير ده كله. بحبك. بحبك. كنت عاوزة لأحد أفتح له قلبي وأخد رأيه. أهلي كانوا في عالم تاني. اتصلت بأختي حنان في اسكندرية. ألو؟ إزيك يا حنان؟ وحشتيني. خير طبعاً. شفيق عايز يجوزني. شفيق مين؟ هو انا ما قلتلكيش؟ ده واحد اتعرفت عليه من شهر، بيحبني، بيموت فيا. ما انتي عارفه بابا مالوش راي وماما ما بعرفش اكلمها. ها؟ ايه رايك انتي؟ بقولك ايه رايك انتي؟ افكر كويس؟ لا اطمني، انا متاكده من عواطفه. ده راجل مبسوط، صاحب مكتب سياحي. الله، سكتي ليه؟ مش تقولي لي مبروك؟ هو انا صغيره؟ لا مش ندوه طبعا. يوه يا حنان، وحياتك بطلي فلسفه. اختبارات ايه بس اللي هعملها؟ بقول لك ده ملاك في صوره انسان. هتجوزه يعني هتجوزه. ياه، مبروك كده من غير نفس. طيب ميرسي، مش عايزة حاجة؟ مع السلامة. عندي شقة في شارع عدلي، إيجارها 150 جنيه في الشهر. فيها تليفون؟ فيها تليفون. تحب تتفرج عليها؟ طبعًا. يا صباح، خلي علي يوصل مع البيه يفرجوا شقة عدلي. اتفضل. عبدو؟ مع السلامة. وصل البيت شقة عدلي. اتفضل يا ريم. شكرا. وهنسافر امتى؟ أول ما تجهز إجراءات السفر. ومين هيسافر معانا بيروت؟ كان عين بيه مدير الشركة اللي هتشتغلوا فيها هناك موجود هنا جوه، وهتسافروا معاه. يا بختكم. هتسافروا بيروت. يا ريتني أنا كمان كنت أسافر معاكم. ده أنتوا هتتبسطوا هناك بشك. أهلا وسهلا. ماني مبسوط كتير. الجروب منه منيح مثل كل مرة. ما تنساش ان الموسم السياحي السنة دي شادد والكل مشغول. وليه هالمرة ما في بنات منيحة مثل كل مرة؟ والله ده اللي موجود. اصل البنات بتخاف من حكاية السفر دي، وكل واحدة عايزة ضمان انها لما تسافر تلاقي عمل شريف. ولو سيد شفيق، شغلة السكرتيرة والمضيفة الموجودة بالعقد ما هي شغلة شريفة؟ لكن لما بيسافروا بيلاقوا حاجة تانية. ازاي؟ ولو شو شغلة غريبة عليك هايدي؟ نحن تلاميذك استاذ. فتحية، ايه اللي جابك بدري؟ اخويا جاي ورايا، شافني وانا طالع مصر الجديدة فرجعت. طب بسرعة اقعدي على المكتب ده. كنت في مصر الجديدة بتعملي ايه؟ انا ما اتنقلتش من هنا، لازم واحدة شبه كدابة. لازم اعرف لما شفتيني هربت ليه. وطي صوتك، احنا في مكتب محترم. لازم اعرف. بعتها لكم من ساعتين، ضروري تكون وصلت. طبعا عارف العنوان. فتحية موجودة بره. هنشوف. طيب هنتصرف. ايه اللي رجعها؟ اخوها بره. البيل مجير اهو.
أنا هنا من الساعة كام يا شفيق بيه؟ حسب مواعيد المكتب. ليه؟ عايزة تستأذني النهاردة؟ لا 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 لا، أنا دقيق جدا في مواعيد المكتب. الجوابات دي لازم تسافر الليلة دي. أنا آسف جدا لإزعاجك سيادتك يا فندم. ها أنت مين يا ابني؟ يلا يا فتحية شايل إيديك شوية. السلام عليكم. قال يعني شهم قوي وهو السبب باعني وقبض الثمن. جوزني راجل غني خد مزاجه مني وهرب، راح بلده لمراته والاهل، وفضلت انا هنا لا متجوزه ولا متطلقه. انا وعيالي لازم اوكلهم، لازم نعيش. بس يا توح، بس يا حبيبتي، الشغل هينسيكي كل حاجه، مفيش وقت للعواطف. الراجل بتاع مصر الجديده عمل لي تليفون وقاعد مستنيكي على نار. مش ضروري هي، ابعت له واحده تانيه. لا 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 لا، بقى ده كلام. انا راجل دغري وعايش بكلمتي، لما اقول اوكي ما اقدرش اسحبها ابدا ولو على رقبتي. فتحيه يعني فتحيه، صلحي مكياجك. الو، مين؟ سلمى؟ لا يا حبيبتي مش موجود. عايزه تقولي له حاجه لما يرجع؟ ها اوكي. طبعا اختفى بعد كده عشان يضمن انك متعلقه بيه. فعلا، وفضلت اسال عليه في كل مكان مش قادره اعترف فيه، لغايه ما كلمني وعرفت انه رائد عيان. اصله حساس جدا زي سنسيف، ما يحبش يضايق اصحابه وحبايبه. انا شخصيا ما اعرفش انه عيان غير امبارح بس. سلامتك يا شفيق. الله يسلمك. شيرين غلبني خالص، ساعتين اتحايل عليه عشان ياخد الدواء. ليه كده يا شفيق؟ هو انت اتغير؟ لحظة واحدة ما اجيب لك كوباية مية. بتحبيني يا سلمى؟ أنا همشي بقى يا شفيق، أصل عندي رندفو مهم جدا في جمعية مثقفين شبرا، وهي جات لك اللي هتقدر عليك. وحياتك يا سلمى، ميعاد الحباية بعد نص ساعة، أوعي يبلفك وما ياخدهاش. اطمني. باي باي. باي باي. الله، شفيق أنت لسه عيان؟ من ساعة ما شفتك حسيت إني خفيت.
اطمني هنتجوز. وعشت معاه على امل ضايع مستنيه يوم الجواز، واللي كان مصبرني اني دايما معاه وفي اي مجتمع بيقدمني لاصحابه على اني مراته. اهلا شفيق بيه. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. اتفضلي. عوامل التقدم الحضاري عند الشعوب الراقية. مفيش بلد في العالم بيحرم الرقص. ما تقومي ترقصي يا سلمى. لا سيبك منها، دي اصلها لسه عايشه في العصر الحجري. طب عشان خاطري. طب علشان خاطر سالم بيه. ايوه عشان خاطري. أظن لوحة زي دي لازم تتعلق في معرض عالمي. ده أنا هحطها جوه قلبي ومحدش هيلمسها غيري. عشان تعرف إنك أغلى عندي من العالم كله. Thank you.
شفيق. مفيش هنا غيري انا. وانت مغمضة عينيك وبترقصي نسيت الدنيا بحالها. وهما مشوا ليه؟ شنطتي فين؟ في الحفظ والصون. ها؟ بس تعالي تعالي نتفاهم في اوضه النوم. عاوز مني ايه؟ انا عطشان عطشان عاوز اشرب. ابعد عني هقول لشفيق. ما هو 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 اللي معطشني بقالي شهرين بحالهم. من اول ما شفتك في عيد ميلاد لولا هو يقول لي بكره وبعده لما اعمل لها الرتوش لما اركب لها البرواز. انت كذاب كذاب. الأنسة حامل. إيه؟ في شهرين. هو مستني إيه؟ الأنسة مش موافقة تعمل عملية. أنت مجنونة. هتشتغلي إزاي وأنت كده؟ ده ابني. محدش ياخده مني. ماليش حد في الدنيا. خليه معايا. أموت إيدك. أنت واقف تتفرج عليها. ما تشوف شغلك. لا لا. ما تسمعش كلامه. أبوس إيدك. يا ابني عاوز يعيش عاوز يعيش. يعيش ليه؟ هطردك انت وهو وشيليه على كتفك. وش حد ايه سارة ما عجبتكيش ولا ايه؟ يا سافل يا ندل يا جبان. استني ايه؟ اديها حاجة تهديها. كل ما تتنرفز هديها لغاية ما تتعود على الهدوء التام. فاهم؟ الهدوء التام. يظهر انك مرتاحة قوي عند بابا لاني بقالي 3 أيام ما سمعت صوتك. لا 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 يا سلمى انت نسيتي ماما خالص. غصب عني يا ماما. اعمل ايه؟ مسك فيا ومش عايز يسيبني. هحاول اجيلكوا بكره. اما اشوف. مع السلامه يا ماما. الو. ايوه يا بابا. ازاي؟ الله يسلمك. هعمل ايه؟ ماما مسكت فيا ومرضتش تسيبني ابدا. هحاول اجيلك بكره اما اشوف. مع السلامه يا بابا. ولامتى يا سلمى؟ لامتى؟ هعمل ايه؟ كل واحد في سكته وانا بينهم. ان ما كنتش اسال عليهم ما حدش يسال عليا. عارفه ساعات بفكر ما اسالش عنهم ولا اروح لهمش ابدا. لا يا سلمى دول اهلنا من غيرهم نبقى ضايعين غرقانين يوم ما نحتاج لهم حلاقيهم. انا اهلي راحوا مني غصب عني. في يوم وليله لقيت نفسي لوحدي. البيوت مهدوده والناس ما همش موجوده. ابويا وامي
اخواتي وقرايبي صحابي كلهم ضاعوا ضاعوا، مفيش حد غير الموت. الموت، الدنيا كلها ماتت، فضلت انا لوحدي لغايه ما قابلوني وفهموني دنيتهم، دنيا المزيكا اللي بتصرخ والجنيه المتزوق والكاس المسموم، وباعوا واشتروا فيا، ولما حسيت بشيء بيتحرك، شيء بيهمس بين ضلوعي، بيتكلم بيقول لي انا ابنك، عاوزين ياخدوه مني، عاوزين يحرموني منه. سجن محبوسة فيه، إيدي ورجلي متكتفين بسلاسل من ذهب، حقن الدكتور باخدها بمواعيد، ولو فات دقيقة على ميعادها أتجنن وهلوس. هي اللي بتريحني، بتخليني كأني طايرة بين السحاب، مبسوطة وفي منتهى الانتعاش. والفلوس بقت في ايدي ملهاش حساب، كتير، عاوزة 100 200، المبلغ اللي يجي على بالي اخد عربيتي واروح اجيبه في الحال، كأني لابسة في صباعي خاتم سليمان. كنت بكرهه، بخاف من نظرته، من لمسة ايديه، من ضحكته، واشوف دخان سيجارته كأنه تعبان طالع من بقه. السمع عندها نزيف شديد. وجاي تقول انا ليه؟ ما تتصرف، لازم عملية نقل دم سريعة. طب ما توديها مستشفى ولا شوف لها دكتور معرفتك. دكتور معرفتي؟ خلاص من زمان ما فيش دكاترة عايزين يعرفوني. فوق يا دكتور فوق، ما كلنا بنشرب. هي فين دلوقتي؟ في العيادة. تعال معايا. ليه عملتي كده؟ لازم البنت تكون شيك وسمارت، اوامر شفيقه. ما تتحرك، ما تشوف لها طريقه، دي هتموت خلاص. وانا ما فيش. ما فيش ايه؟ هو انت مش دكتور امراض نساء؟ اعمل معروف بلاش دلوقتي. هو انت ما عندكش رحمه؟ أنا عندي ويسكي. سمر بتموت. أنا مت قبلها. أنا هطلب الإسعاف. لا لا، أمال هنعمل فوق يا زفت، اعمل لها أي حاجة، إسعافات مؤقتة. سامعني؟ مفيش مفيش مفيش، روح بلغ النقابة خليهم يرفضوني تاني. في هذه الحياة انتهى، وما الدنيا إلا مسرح كبير. هتروحوا من ربنا فين؟ هتروحوا فين؟ مجرمين يا قتلة، اخرسي قتلتوها.
ولا لسه؟ عاوزين يدفنها اوام. مفيش احسن من الست. ها ازيك دلوقتي يا سلمى؟ انا فين سمر؟ الباقيه في حياتك. ايه؟ الله يرحمها. هي برضه لقت ولاد الحلال اللي دفنوها وعملوا لها معزه. اصلها يا روحي ملهاش حد. اخويا شفيق الله يستره هو اللي قام بالواجب. اخوكي ده هو اللي موتها. عيب يا حبيبتي ما تقوليش كده. انا شفت كل حاجه بعناية ودمها مش ممكن يروح هدر. كلنا هنموت ومفيش داعي انك انت تزعلي اخويا منك. لو سكت هيموتنا كلنا. انا هبلغ البوليس. هقول لهم على كل حاجه. هاخد بطارها وطارنا كلنا. لازم يحكم عليه بالاعدام. سلمى انا قررت انك ترجعي لاهلك. جهزي نفسك عشان تمشي. بس حكمي ضميرك في كل اللي انت عايزه تعمليه. كويس كده اهي جت على دماغك. اتفضلي بقى حضرتك لمي هدومك. اوكي. عايزكم توصلوها لغايه اهلها. مفهوم؟ مفهوم. نسمع عنك كل خير يا سلمى. مع السلامه. يا خبر اسود، في ناس في الدنيا بالشكل ده؟ مش مصدقني. هي دي الحقيقة. كل كلمة قلتها لك حصل. لو كنت أعرف قبل ما يجوا كنت فشفشتهم، كنت فرخت فيهم الرصاص. سلمى، أنت لازم تيجي معايا اسم البوليس. لا، أرجوك. أنا ما صدقت إني بعدت عنه. صدقيني، هيفضلوا وراكي. لازم تيجي معايا. بلاش. سلمى لازم تساعديني. كل ده لمصلحتك. أنا خايفة. طول ما أنا جنبك محدش هيقدر يلمسك. صدقيني. يلا بينا. سلامتك. مالها؟ دم. شيل معايا. ايه يا دكتور؟ استجوابها دلوقتي مستحيل. رصاصة جت جنب القلب تمام. أنا كنت موجود وقت الحادث، وزي ما قلت لحضرتك اللي ضربها الاتنين اللي هجموها في العوامة. انت واثق من كلامك؟ ايوه، قالت انهم من رجاله واحد اسمه شفيق فخري صاحب المكتب العصري للخدمات السياحيه. افتح المحضر ودون اقواله. اتفضلوا. سين، اسمك وسنك. ادهم امين. تسمح؟ أنا ماليش أي علاقة بالحادث. الشهود اللي كنت معاهم وقت ما انضربت موجودين. ما هو مش أنت اللي ضربتها. أنت بعت اتنين رجالة وراها. هي قالت كده؟ قالت الأستاذ أدهم شاهد إثبات الواقعة. خليها تقول قدامي. حالتها سيئة ومش ممكن تتكلم. خلاص، أنا أرفض هذا الاتهام. لما حالتها تسمح بالكلام اسألوه. هل لديك أقوال أخرى؟ لا. طب اتفضل امضي. انا
ممكن تتكلم دلوقتي؟ ايوه، وانا هبلغ الاداره. سلمى خلاص عمري انتهى. ما تقوليش كده، انت كويسة وانا كمان اتصلت بوالدك ووالدتك وزمانهم جايين. لا ارجوك ما تفتحنيش. بس المجرم لازم ياخد جزاءه. سيبني سيبني اموت من جيفة، توحدني ارجوك. سلمى سلمى. سلمى رجع، رجع لماما حبيبتي. سلمى مالك يا سلمى؟ الباقي في حالكم. اتفضلي اوضه 15. عامل في نفسك كده ليه؟ هو انت اللي موتتها؟ لو كنت بلغت البوليس ساعة ما انقذتها ما كانتش ماتت. الموت مكتوب علينا كلنا وكل شيء وله سبب. لكن انا السبب، انا جبان سلبي من اول صدمة في حياتي استسلمت وسبتهم يرفدوني. لو كنت حاربتهم كان زماني دلوقتي في مركزي الاجتماعي، كان المختلسين هم اللي اترفدوا. وعملت في سلمى زي ما عملت في نفسي. لكن النهارده انا اتعلمت لازم احارب شفيق. لا، شفيق ده قتال قتل، مالنا احنا ومال؟ ثم احنا كنا من بقيه اهلها؟ ما ابوها ياخد بطارها. مفيش غيري يعرف سرها. لازم ادور على الدليل اللي يحط حبل المشنقه حوالين رقبه شفيق عشان ضميري يرتاح. لا واحد يستفيد ايه؟ لو كل انسان حارب الشر الدنيا كلها هتبقى خير. طيب بشوف مين هيكون مين يعني؟ تلاقيه الواد صابر بتاع الزبادي. بسم الله الرحمن الرحيم.
مساء الخير، انا حنان اخت سلمى، ممكن اطلع؟ الحمد لله. وحضرتك؟ تفضلي. بيقولوا ان حضرتك كنت موجود مع اختي ساعه الحادث. وللاسف ما قدرتش امنع ارتكاب الجريمه. ممكن اعرف ايه اللي حصل بالظبط؟ البوليس عارف كل حاجه. القضيه اتأيدت ضد مجهول. كانت شبهك بالظبط. ما احنا توأم. كنت بتحبيها؟ كانت اعز انسان عندي، ولو اننا كنا بنفهم مع بعض بالجوابات بس. يعني كانت بتحكي لك اسرارها؟ مفيش في حياتها اسرار. يبقى ما كانش في بينكم تفاهم، او بمعنى اصح ما كانتش بتحكي لك كل حاجه. اللي اعرفه انها كانت بتحب واحد اسمه شفيق وخدعها. الضحايا من نوع اختك كتير. حضرتك مخبي عني ايه؟ الكلام اللي كانت سلمى ما بتقولوش في الجوابات. طب ممكن تقوله لي انت؟ ده سر انسانه ماتت، لازم احافظ عليه. يعني مقابلتي انتهت، امشي. لو كان ممكن تساعديني. المساله اخطر من موت اختي بكتير. لو ما اتحركناش في ضحايا كتير هتموت. يعني انت عارف اللي قتل اختي؟ طب ليه مش عايز تقولي عليه؟ مفيش داعي اقولك على حاجات ممكن تعرض حياتك للخطر. انا موافقة. ممكن افهم بقى؟ من غير ما تفهمي، لاني وعدتها حافظ على سرها. احتراما للوعد مش هسألك عن اي حاجة. تمام يا فندم. تأكدنا من صحة المعلومات وراقبنا الشقة والتليفون والناس المترددين. استصدر أمر من النيابة بالتفتيش. مهم جدا حالة التلبس. حاضر يا فندم. طب مع السلامة. Ha ha ha!
فتش الاوض كلها. محدش يتحرك، محدش يتحرك في مكانه. استني عندي. انا كنت جاي اسلم عليهم وامشي. تعالي هنا. انا هبعت للجرايد كلها، هخلي راي العام يبقى ضدكم، هرفع عليكم قضيه واطلب رد شرف. ايوه وانا كمان. بلاش في حساب. يلا. ايه ده حاسب؟ يا فضحتي يا مصيبتي. هتودونا فين؟ يخرب بيتي يا لولا، ازاي ما قربت بيتي؟ يلا حضور، يلا دو ايدك كده، يلا محرك انت اهو، دو ايدك، يلا قدامي. هاي هاي. اتأخرت كده ليه؟ عندي مفاجأة هايلة. خير؟ شقة مصر الجديدة وشقة العجوزة وشقة الزمالك اتشمعوا. كل المعلومات اللي قلتها للبوليس طلعت مظبوطة. ومسكوا شفيق؟ لسه. البنات اللي اتقبض عليهم مش عاوزين يعترفوا، خايفين منه. لكن يومه قرب. أهو درس التعبان. جاي عليه الدور. مش جايز يقدر يهرب وتعبنا يروح على الفاضي. خليكي متفائلة عشان تقدري تعاوني معايا. طب وأنا دوري هيبتدي إمتى؟ لازم اتضايقتي من وجودك معايا. انا عارف ان مفيهاش حاجه تخلي اي ست ترتاح لي. ليه بتقول كده؟ مفيش داعي اضايقك بحاجات ما تهمكيش. ما دام تهمك يبقى لازم تهمني. احنا مش شركاء. مالك يا ادم؟ انا حاسه انك مخبي عني حاجه. عينيك فيها حزن زي ما تكون شايل كل احزان البشر. افتح لي قلبك يا ادم. لو فتحته هتلاقيه ميت يا حنان. دبحته الانسان اللي وثقت فيها وعشت احلم معاها بمستقبل نبني سوا، لكن بمجرد ما لقيت انسان اغنى مني سابتني وهربت. من يومها بقيتش اثق في اي واحده ست. صوابعك مش زي بعضها يا ادم، واللي اتكسر ممكن يتصلح. واللي مات يا حنان جايز تحصل له معجزه ترد له الروح. بيشتغل معانا. مفيش غير فيفي، هي اللي لسانها طويل. لا، كانت قالت البوليس عليا. يكونش الواد اخو فتحية؟ هو الوحيد اللي شافها طالعة على مصر الجديد. الخاين في وسطية. ما تقولش كده يا شفيق بيه، احنا كلنا أسرة واحدة، عايشين لبعض وما نقدرش نستغنى عن بعض. يا دكتور فوق. فوق! هنروح كلنا في داهية، كلنا هنروح في داهية. أنا هقفل الشقة دي كمان. الله، أمال إحنا هنروح فين؟ أنا مجهز لكم فيلا هتقعدوا فيها ومن غير شغل لغاية ما الجو يهدى، ومحدش يتصل بيا لا في البيت ولا في المكتب. أنا لما عوزكم هاجيكم. وأنا كمان؟ لا، أنت تستنيني في المكتب. اتفضل. يلا يا بنت التوقيت. يلا يلا يلا, يلا. أنا لازم أعرف مين اللي بيحاربني في شغلي. بقول إيه يا شفيق؟ ما تخلي كل واحد يروح لحاله، وده إحنا عندنا فلوس كتير والأتيليه بتاعي شغال والحمد لله. أنتِ خايفة؟ أنا بفكر في المستقبل. ارتاحي أنتِ. أنا خايفة، خايفة يا شفيق. وعاوزة تخوفيني؟ يعني أقعد جنبك على الكيس؟ ولا اعمل عراوي؟ انا ما اقبلش اكون جوز الست. طب ما تزعلش، ما تزعلش يا حبيبي. حنان، حنان، حنان،
حنان. ايوه حنان. ايه مالك؟ مش عارف، جيت ما لقيتكيش، افتكرتك سبتيني ومشيتي. وده معقول برضو؟ انا مش وعدتك اني هفضل معاك لغايه ما شفيق يدخل السجن. اللي شفته منك غير لي كل افكاري. انت رجعت لي ثقتي في نفسي وفي الناس. انت كنت فين من زمان؟ في اسكندريه يا استاذ، وعايز اخلص من المهمه دي عشان ارجع تاني. تعرفي انا بتمنى ان المهمه دي ما تخلصش ابدا. ايه يا استاذ الكلام ده؟ انا عندي امتحانات ولازم ارجع. وتسيبيني؟ عندي امتحانات. استاذ شفيق موجود؟ اهلا وسهلا، اتفضل. حضرتك؟ نعم. حضرتك استاذ شفيق؟ لا، حضرته جوه. مشتاقين لحضرته، هو العيون حضرته، هو الضحكة حضرته. اتفضل. مشتاقين. اتفضل. استاذ شفيق؟ اهلا وسهلا. اهلين وسهلين، زين يابا زين، حلو وحلو. مشتاقين والله مشتاقين. نورت مصر. منورة باصحابها الكرام واهلها العزاز. تحت امرك، اي خدمة. دير بالك. ايوه. سيدي بدي شقة تطل على النيل. عائلية ولا شخصية؟ شنو؟ يعني للعائلة ولا لوحدك؟ لوحدي، بمفردي. تحت امرك. زين يابا زين، حلو حلو. شفيق من قدك، الورد على خدك، سكر في تمك شفيق. شكرا جدا. خلينا في الموضوع. اهلا وسهلا. احنا اتعاملنا مع بعض قبل كده. عفوا سيدي، هذه اول مره. الكل قالوا لي اول ما تهل على مصر قابل الاستاذ شفيق وهو حيوظف لك كل شيء. كل شيء. كل شيء؟ كل شيء يعني ايه؟ بدي الشقة يكون فيها برواز ولا اتنين على هواك. أنا متأسف، ما عنديش شقة. ليش يابا؟ والله مستعد أدفع لك من جنيه الألف. يا سيدي آسف، ما فيش شقة، اتفضل. أستاذ شفيق. يا ست الصباح تعالي بسرعة. أستاذ شفيق. أرجوك اتفضل، ما عندناش شقة، اتفضل. الراجل ده مباحث. مش معقول. معلش يا استاذ شفيق، مسيرك تطب لخسرت الكلمتين اللي حفظناهم في جتتك. مفيش حد يعرف حكايه التحف والبراويز دي الا العملاء بتوعي. انا خايفه يا شفيق، لازم نتصرف. ما تيجي نتجوز بقى ونخلص من الغلب ده. حاضر يا حبيبتي، حاضر. من امتى وانت بتوعدني بالجواز؟ مش وقته يا صباح، مش وقته. خايفه. خايفة يا حبيبي لا تكون بتلعب بيا. اخسى عليكي، وده معقول؟ أنا بحبك يا شفيق، وعشانك ضحيت بحاجات كتير. اوعى اوعى تغدر بيا. ألو، المكتب العصري للخدمات السياحية. نقول له مين؟ صوت حريمي. ألو ألو سلمى؟ سلمى مين؟ اللي رميتها من فوق الكوبري، اللي ضربتها بالنار قدام العوامة. عرفتني؟ واحدة بتقول إنها سلمى. يا أنسة ولا يا مدام، أنا ما أعرفش حد بالاسم. حضرتك أكيد غلطانة في النمرة. بقول لك أنا سلمى. سلمى اللي أنت فاكرها ماتت، لسه عايشة وهتفضل عايشة. ولو عايز تتأكد قابلني. اسمع يا شفيق، أنا مستنياك الليلة دي في الأوبرج. سلمى مستنياني في الأوبرج كده. ما تصدقش. أوعى تروح ليكون كمين. سلمى ماتت وشبعت موت. لو اتأكد انك سلمى هيكرر العملية تاني.
قصدك يموتني انا كمان؟ الله لا يقدر، بس عاوز افهمك ان المساله فيها خطوره. عارف ومستعد. مش خايفه؟ مش معقول اخاف وانت جنبي. ادهم ايه رايك؟ انت مش رايحه لو برجع. ليه؟ مش رايحه وخلاص. طب افهم ليه؟ انا خايف عليكي، لازم تبعدي عن الجو ده. يعني ننسحب ونهد كل اللي عملناه؟ دول مجرمين. انت ناسي ان احنا اتفقنا مع البوليس؟ يعني البوليس هيبقى جنبينا. برضه مش عاوز اخاطر بحياتك. حياتي غاليه عندك قوي كده؟ قوي 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 قوي. دكتور افندم، اي خدمه؟ المنيه ايه؟ فتح عينك كويس، جايز يحصل عنف من رجال شفيق. اطمن. ويسكي ولا شمبانيا؟ لازم ننفذ الخطه اللي اتفقنا عليها مع ادم. حاضر يا فندم. هي دي صباح. سلمى الحمد لله على السلامة يا سلمى. الله يسلمك. أنا مش مصدقة عينيا. أمال ليه قالوا إنك يا حبيبتي يا سلمى؟ مدموزيل صباح، أستاذ شريف. اتفضلي. مش ممكن، هو بتاع العوامه اللي كان مع مرحومه، قصدي سلمى. حقيقي بنت سبع ارواح. انتوا فاهمين هتعملوا ايه؟ مش عايز اي غلط المره دي. حاضر. اتفضل. اداره المستشفى هي السبب. اللي ماتت كانت مريضه ثانيه نايمه على سرير. والدي بيشتغل في المباحث؟ لا. الاستاذ شريف صاحب مزرعه في الهرم. ممكن يرقص معايا؟ قوي تحت امرك. اتفضلي. ماشي. عن اذنك يا سلمى. عرفت المكان؟ ايوه. بعد 3 دقايق بالظبط. شوف شغلك. أمال فين الأستاذ شفيق؟ شفيق؟ ها؟ شفيق مين؟ اللي سلمى مستنياه؟ أنا معرفش إنها مستنية حد. ده أنا شفتها صدفة وكنت فاكراها إنها ماتت زي ما قالوا. مين اللي قاله؟ على أنت مباحث ولا إيه؟ عمال تسأل زي ما يكون بتستجوبني. لا.
فين سلمى؟ انطقي، فين سلمى؟ راحت فين؟ اتكلمي، مين اللي خطفها؟ في ايه يا بنتي؟ مفيش. ادخلوا ناموا انتوا. مين الافندي ده؟ ده زميلي في المكتب. ادخلوا ناموا انتوا، يلا تعالى معايا. ابوس ايدك، ما تفضحنيش، اخواتي ما يعرفوش عني حاجه. دول سته وانا اللي بصرف عليهم. كلميني عن سلمى، راحت فين؟ شفيق ورجالته خطفوها. ودوها فين؟ فيلا في ترعه المنصوريه، راح لهم. وانت معايا؟ ما اقدرش، يموتوني. هتيجي معايا قدامي. ابوس ايدك. سلمى؟ 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 مظبوط، انت مش سلمى، بتمثلي الدور ده لحساب مين يا عروسة؟ أنا سلمى يا شفيق. خايف مني ليه؟ بصلي كويس، أنا سلمى. اقلعي هدومك. إيه؟ اقلعي هدومك. قلعوها. لا 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 لا. سلمى يا أموره، كان في ظهرها شامة سودة كبيرة. أنت تبقي مين؟ أنا أختها، والبوليس عارف كل حاجة. وأدهم بتاع العوامة يبقى مرشد البوليس، مش كده؟ أيوه، وهو اللي هيوصلك لحبل المشنقة. خلاصي! خدوها! خدوها! شفيق أنا خايف. ما تخافيش يا حبيبتي، ده كلام تهويش، إحنا هنتأكد لما الأستاذ أدهم بتاعها شرف. المهم إن صباح تنجح في لعبتها. عيب، دي تربيتي. تخافيش. انزلي. أرجع أنا بقى أعمل معروف، لو شافوني معاك هيموتوني. انزلي. طيب. فين سلمى؟ انتي فين سلمى؟ انطقي، فين سلمى؟
سلمى طائنا قدامي وريني. شش توطي صوتك. منين؟ متشكرين قوي على ظرفك ولطفك. نفسك قوي كده ليه؟ بصراحة انت شهم، عندك انسانية ملهاش حد، وعرفت حاجات كتير ما يصحش تعرفها، وعلشان كده ما يصحش تعيش. شيلوه، انتوا طبعا عارفين هتعملوا فيه. هنجيب له كفن يليق بمقامه. قوم اطلع يا جثة. هو احنا هنموت كل يوم واحد؟ ما كفاية بقى يا حبيبي، يلا نهرب ونتجوز. وحياتي عندك يا شفيق. لولا جمدي قلبك، مجرد ما اخلص من الاتنين دول هتجوزك. بلاش القتل يا حبيبي. اطمني، أنا المرة دي هتابع الأسلوب العلمي، مش هسيب أي أثر للجريمة. خايفة عليك. ما تخافيش يا روح قلبي. فين أدهم؟ شرف جوه في أوضة القرار. ليه؟ عايزه اموته، اشرب من دمه. ايه اللي انت عماله تعمليه ده؟ ايه يا شيخه؟ لا وده اشرب. ايه ده بقى؟ لعبه جديده؟ ودي صوتك يا رجاله بره. خد يا دكتور منير، نفذ اللي بقول لك عليه. لا مش ممكن، مش ممكن، ما اقدرش. تقدرش؟ شوف لك طريقه ثانيه. ما عنديش غير كده. ما اقدرش اقتل، ما اقدرش. وانا بقول لك خد مسدس واقتل. دي حقنه يا دكتور. حقنه تموت؟ ما اقدرش اقتله بالمخدر. اسمع الكلام. لا مش سامع. يوم ما سلفتني فلوس عشان افتح العياده وانا بسمع كلامك، فاكر انك انسان، لكن ما عرفتش اني بعت نفسي للشيطان بعد ما انقبض عليا واترفدت. من ساعتها انا بسمع كلامك. خدر دي، اعمل عمليه لدي النهارده، عاوز نقتل. لا لا لا، خسرت كل شيء. المال، المسلم، القيم، احترام الناس،
توصلش معاك لأبداً. أنا مش ممكن، مش ممكن. اشتغل يا دكتور، اشتغل. اطلع فوق يا بلد. اديله ويسكي. اشرب. اشتغل. كل حاجة في حياتك بالويسكي. يلا بسرعة علشان نهرب. منين؟ مالكش دعوة، يلا بس تعال. يلا. كل شيء في حياتك بالويسكي. ارجعوا ارجعوا ارجعوا. يا كلب. صباح. انت هنا من امتى؟ لسه دلوقتي حالا. ضربني المتوحش، ضربني. معلش يا حبيبتي، أنا دلوقتي حالا هخلص حضارك. أنا محضر له موتة تليق بمقامه. اقطع لكم القميص. نفسك في حاجة يا شهم؟ يا ابو قلب طيب. ايوه انا اللي قتلت سلمى، وهقتلك انت كمان. وحنان هتحصلك. ها؟ ولا تحب تشوفها هي الاول؟ نفسي في اليوم ده من زمان. لمزرعة دواجن النموذجية. أهلا. أهلا. الغريب في المسألة إن كل اللي بيشتغلوا فيها من البنات. لا يا أستاذ، مش كلهم. مين سيادتك؟ أنا بندق. أنا بندق. خلاص يا سيدي. أحد كبار المسؤولين في مزرعة الدواجن اللي أنتوا شايفينها. من فضلك. أهدي سلامي إلى خالة الست نظيرة وزوجها عم رجب، وإلى جميع الأنجال كبيرا صغيرا فردا فردا، وإلى كل من يسأل عني له مني ألف سلام. طيب من فضلك يا سيد فندق، أنا على الهواء. وأطلب الاستماع إلى أغنية خضر محمد خضر. حاضر يا سيد، حاضر. دلوقتي أقدم لكم صاحب المزرعة، المهندس الزراعي أدهم أمين. أهلا وسهلا يا فندم. أستاذ أدهم، ممكن نقوم بجولة في المزرعة؟ أوي، تفضل. اتفضل. أشجان أخصائية في إنقاذ الدواجن من أي توعك يصيبها. فيفي
أخصائية في تربية الكتاكيت. صباح، المسؤولة عن قسم التفريخ. بيساعدها بندق نادية للتصدير ومحاسبة العملاء والإشراف على السلوك النفسي للفراخ. حنان مراتي بتشرف على حسابات المزرعة. تفتكر إنهم مبسوطين من شغلهم؟ طبعًا، وأنا شخصيًا في منتهى السعادة لأني اتأكدت من النظرية بغاية الأهمية. ممكن نعرفها؟ إن الإنسان ما بيتولدش بطبعه شرير.